صندوق ماكينة لحام لا يفرق كثيرا عن الصندوق التجاري الذي يوجد في الأسواق. صندوق جميل، جودته جيدة، به فتحات تهوئة مناسبة. الآن نأتي لصناعة صندوق ماكينة لحام، صندوق جميل ورائع بهذه الطريقة. طبعا المقاس سوف يكون على حسب حجم الترنسات. هذا الصندوق طوله 26 سنتي، العرض 17 سنتي. في كل طرف نقوم بعمل زيادة 2 سنتي حتى نعمل الأجناب، حتى يكتمل معنا الصندوق وتركيبه مع بعض. نقوم بتعديل الأطراف حتى نحصل على صندوق جميل ومرتب. الآن نقوم بتحديد على الأربع فتحات التي في الترنس حتى نقوم بتثبيت الترنس في قاعدة الصندوق التي بالأسفل. نقوم بتجهيز الفتحات في الجانبين من بيت الصندوق حتى نستطيع أن نجهز الصندوق.
نقوم بعمل فتحات التهوية في جنبي الصندوق. نقوم بشق أسلاك المروحة، مروحة التبريد، مع السلك الكهربائي مباشرة كما تلاحظون. لماذا ذلك؟ لأنه أثناء الانتهاء من التلحيم نقوم بإغلاق المفتاح. المفتاح يقوم بفصل الترنسات، فتبقى مروحة التبريد تعمل حتى نقوم بتبريد الملفات. هذه أفضل طريقة لذلك حتى نحافظ على ماكينة اللحام. نضع المرابط البلاستيكية كما تلاحظون للكابل حتى لا يقوم بالخروج أو حتى الدخول من المكنة فينقطع السلك. لماذا نضع هذه القطعة الخشبية؟ نضعها حتى لا يحصل تماس في الأسلاك لأنها عازلة للكهرباء. نشد على ذلك طبعا طريقة شب أسلاك الملف الكهربائي أو الملفين الكهربائيين. طبعا كما قلنا ونكرر، يشبك السلك على التوالي، مدخل ملف عكس المدخل الذي يوجد في الملف الثاني كما تلاحظون إخواني الأعزاء. الآن نقوم بجمع صندوق الماكينة بهذه الطريقة الجميلة والرائعة.
هذه المروحة مروحة 12 فولت، تعمل على 12 فولت دي سي. هذين البرغيين هما خروج الكهرباء 32 فولت سلكي التلحين أو مخرجي التلحين. كما تلاحظون أنها خارجة من قطعة خشبية حتى لا يحصل تماس كهرباء. هذا الترانس الصغير يأخذ 220 فولت ويخرج لنا 12 فولت. نشبكه مع أسلاك المروحة السوداء بهذه الطريقة. نقوم بوضع اللاصق ثم نقوم بتثبيت الترانس عليها في ذلك المكان كما تلاحظون. أيضا نشبك هذين السلكين مع المروحة والكابل مباشرة. وبذلك المروحتين سوف يعملان مباشرة مع كابل الكهرباء. نضع الكبشتين لدخول الكهرباء، سلكي دخول الكهرباء، ثم نضعهم بمخرج المفتاح اون واوف. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الجميل والرائع. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ووضع لايك للفيديو دعما لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.